انا كيعجبني خويا هو ديال الفكاهه ديال الضحك، داكشي ديال الضحك اللي كيديروا دابا مره في السيمانه، ولا كيعجبني دابا كاين نشاط مال باقي الافلام وداكشي المسلسلات ما والو قليل، الاكثريه ما الاكثريه ما كاينش شي حاجه اللي كتعجب الصراحه، الاكثريه ما سميتو كاين شي حاجه قليله، ما شحال هذا كنا كنتفرجوا حنا في داكشي زوين كري شحال هذا في 90 92 و 2000 والله ما بقينا كنشوفوا والو. ايوا انا بصراحه دابا حاليا ما بقى كيعجبني والو، كان كيعجبني البرنامج اللي كان كيجيب عتيق بن شيكر، كنشكرو من هذا المنبر، هو اللي كان كيعجبني، وكنتمنى ترجع ديك البرامج بحال هكاك الثقافيه، برامج شي حاجه زوينه اللي الانسان يتقف منها. اما بالنسبه لهذا الشيء ديال الافلام ما كنستافدو والو، كنستافدو حتى شي حاجه، برامج دينيه ثقافيه شي حاجه اللي الانسان يقدر يتقف بها. اول حاجه برامج ديال المغرب كيعجبني فيها قنوات بحال الرياضيه، حيت انا رجاوي كنتفرج في الرهزه من صغري، واهم حاجه عندي انايا هي نتفليكس اللي كرتاح فيها، فيها افلام فيها كل شيء، وقنوات ديال المغربيه كما قلت لك انا شحال هذه بيني وبينهم شحال هذه، ما تصغر بحال مثلا كابتن ماجد، دراغون بول، شي حاجه زوينه. ما دابا هادشي اللي كاين هنايا صراحه ما كذبش عليك شويه ماشي شي حاجه، خصو مثلا يزيدوا امشي يزيدوا يكملوا في برامج احسن. عجبوني ذكروسهم القدام بحال سالي بحال سندريلا، هادشي اللي كيعجبني. اصلا ما كنتفرجش في التلفازه بزاف، مع دابا يوتيوب ولا اغلبيه بنادم كتفرج في يوتيوب. اخويا انا حتى البرنامج ما كيعجبني ما كذبش عليك، كنتفرج في ناسيونال جيوغرافي في اورونيوز، اما هادشي ديال المغرب راه كيخرب صراحه كل الحريه ديالي وصافي. كنت كنتفرج في كابتن ماجد، تومي جيري، دراغون بول، بيكاتشو، كنا كنجمعوا دوك الطابلوات واللعيبات راك عارف صافي. اما هادشي دابا اللي كاين دابا ماشي شي حاجه والله، خاصهم يبدلوا الاذاعات ويبدلوا داكشي، يديروا شي حاجه جديده اللي غيستافد منها البشر. التلفازه المغربيه اه كنت كنتفرج فيها قديم 2001 2002 2003 ملي كان راكل المفشي، السينما الخميس في الرباط، كان شي حاجه كنت كنتفرج فيها كانت كتعجبني زوينه شويه. اما دابا دابا خويا ما نقدرش نقول المكسيكيه واحبك واحبك صاحبي راه بركه، ما تبقاش تتفرج في هذا الشيء، ملي دارت هذا الشيء ما بقيتش كنتفرج فيها. انا ما قلت لك ما كنتفرجش في التلفازه المغربيه، وما حتى كان شي فيلم تركي كيف قلتي كنتفرج فيه، ولكن ما كيعجبنيش الدبلجه اللي كيديروا حتى شويه خايبه، كنتفرج انا في بيسي صافي، سوا شي سيت سوا يوتيوب اللي كان. لا ما كيعجبني حتى برنامج ما كنتفرجش فيها اخويا التلفازه اصلا. علاش؟ يعني ما فيهاش شي حاجه غادي تستافد منك، ما نكذبش عليك ما حيت التلفازه مده ديال شي 20 عام دابا انا، ما بقيتش كنتفرج فيها.